عودة معكم مشاهدينا لصالة مكتوب محمد المكتوم في نادي شباب الاهلي في دبي عودة لمباراة الرياضة وايت سبورت في نهاية دوري دبي 35 لكرة السلة وورد بلاير كان عم يكون 46 42 لمصلحة وايت سبورت عم تقطع الكورة الثالث سريعا بدي اخذ رأي نجم كرة السلة اللبناني روني فادر موجود في دبي لمتابعة الدورة روني يعني طبعا شفنا أول اثنين كوارترز ما حدا عم يفكر بالديفنس الرياضة كان عنده تسرع ببعض المحلات لمين أدفانتج بالكورتر الثالث رح يكون يعني لاحظته اكيد جيم كثير قوي وجمهور كثير رائع بارض الملعب في شغله مبينه واضحه في مثلا مثل وائل وحدا والشباب تعبانين من جيم امبارح عطوا كثير مجهود لقدروا يربحوا جيم فريق فلبيني كمان عم بيكون احسن شوي من الناحيه الدفاعيه الا على مايكل فيبرا يلي مبين واضح انه معطي التعليمات انه يلعب بيك اند رول على اندري بلاتش او يلي اخذ اندري بلاتش يعمل سكرين ما بيقدر يعمل هل بيقدر يسدد اي بطريقه اريح هيدا الشيء عم نشوفه خلينا نراقب مع بعض شوط ثاني شكرا لك روني اكيد راي مهم راي خبير روني فادي اللي خاض المباراه النهائيه بالعام الماضي هون بالقاعه مع فريق بيروت لكنه خسر بمواجهه الرياضي واكيد اليوم هو مثلنا خلف الرياضي وبيامل انه فريق الرياضي يقدر يفوز بهالمباراه ويخلي الكاس بلبنان يرجع الكاس لتكون بخزائنه بالمناره 46 42 اندري بلاتش عم ياخذ الخطا الثالث من دوين جاكسون فات بالفاول الترابل دوين بلاتش ما بيقدر يسجل نسبه مايتي سبورتس على الفري ثرو باول تيري كورترز كانت 100% 6 من 6 3 من 5 للرياضي من هالمسافه بلاتش عم يطلب البوزيشن راح تكون معنا الطابه عندنا فرصه جديده لننزل الفارق اكثر وائل تحت ضغط ميكي ويليامز هالماتش ابلي كبير بمباراه اليوم بين اثنين من افضل البوينت جاردز بدورة دبي الى جانب طبعا بوينت جارد فريق هوبس علي منصور دوين جاكسون بياخذ 3 ما بيسجل دوين لمين الريباوند ريباوند لرينالدو بالمان كاندريك وخطا لمصلحه جيرون كاندريك بشكل مبكر الرياضي 55 ثانيه عم يرتكب خطأين ويليامز مرة جديدة عم يلعب بتو جاردز بتو بوينت جاردز على أرض الملعب بلاتش خايف كان بلوك على حيدر لكنه عم يقدر يسجل لازم نطلعه لازم ندفشه بعيد عن السلة ما نتركه تحت الباسكت بالإنسايد جيم ثقيل أندري بلاتش بصراحة وصعب أندري بلاتش وائل على بلاتش ما بيسجل الريباوند 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 مايك فيبرا ما بنسجل ايضا مايك والبوزيشن رح تنتقل للفريق الفلبيني الكوارتر الثالث يا شباب الكوارتر الثالث هو اهم كوارتر بالمباراه بدنا الكامباك ما تخلوني يسجلوا ما تخلوني يكبروا الفارق لانه الامور رح تصعب علينا بالكوارتر الاخير بلاتش بيظهروا على حيدر مين رح يعمل هالب في برجاز ليعمل هالب لكنه ما بده يترك الويك سايد بلاتش عم يحصل على خطا من على حيدر عم يجرجرنا على اخطاء اندري بلاتش وهيدا الخطا الثالث ايضا على علي حيدر عم يصعبها علينا اندري بلاتش بالاعاده مره جديده ما معقول الموف يلي عمله هاللاعب العملاق مازن النايمي عم يترك ارض الملعب هايك اون كورت للمره الاولى بهالمباراه بحاجه للاعب طويل مثل هايك وايضا سكورر في حال بلشت المبارزه بين الشوتينج جاردز اللي على ارض الملعب يكون هايك عم يعطي الدعم عم يعطي السبورت لوائل ولاي فيبرا بلاتش عم يسجل اندري بلاتش مقاولتين عم ينجح فيهم مره جديده وائل يلا يا وائل وائل عراجي وائل منه لهايك هايك مقطوعه كاندريك هو يلي كان عم يقطع الطابة وائل عرقجي لمايكي فيبرا مايك علي حيدر بقرر يخترق وفي خطأ من ثيردي رافينا
على علي حيدر. علي حيدر مرة جديدة رح يدخل على أندري بلاد. زكي يا علي، زكي يا علي، شوف كيف عمل الكونتاكت، البادي كونتاكت مع أندري بلاتش، وتسجل علي حيدر. عم بيحاربه لبلاتش بسلاحه يلي هو القوة البدنية. قال له بعد عني، بدي اطلع على السلة، بدي احطه الثير. بلاتش مرة جديدة على حيدر، بلا فول بلا فول بلا فول بلا فول بلا فول يا علي. برافو برافو يا هايك الهيلب يلي عمله مع دوين جاكسون. روح على السلة دوين جاكسون، دوين جاكسون كاد يسجل لكنه عم ياخذ الخطا. دوين جاكسون عليه ثلاث اخطاء مثله مثل علي حيدر لاخر المباراه. رح نضل نقول لهم انتبهوا، ممنوع نفوت بالفاول ترابل، ممنوع نفوت بالفاول ترابل خصوصا بالكوارتر الثالث، لانه نحن بحاجه لعلي حيدر وبحاجه لدوين جاكسون، اطول لاعبين من ناحيه فريق الرياضه على ارض الملعب. بيقدروا يزعجوا رينالدو بالكمان واندري بلاتش. الاولي ما بيسجلها دي جي. الجمهور الفلبيني بينطر مناطره كل سنه، بينطر مناطره كل سنه دوري دبي ال 31. ميكي ويليامز، رينالدو ديفنس 2 3 حاليا من قبل الفريق الرياضي. سموهاستون ما يضربونا من برا خصوصا ميكي راح على الويك سايد. لكن بلاتش، لكن بلاتش ما معقول، الاندري بلاتش تحت السلة ما له حل. غاب غاب عن بطولة آسيا 2017 مع دوين جاكسون. بياخذ الميد رينج شوت ما بيسجل، بجرب ياخذ الاوفنسيف ريباوند. غاب أندري بلاتش عن بطولة آسيا 2017 اللي استضافها لبنان، لكنه اليوم بمواجهة الرياضة عم يعمل العمايل هو ورينالدو بالكمان. رينالدو بالكمان بنقطتين جديد، عم يرفع رصيده ل 14 نقطة وعم يوسع الفارق لتسع نقاط. بحاجة لأدجاستمنت، بحاجة بالتأكيد لنرجع نظبط وضعنا على أرض الملعب. رينالدو بسجل الأند وان أيضا، مش أول مرة بنشوف السيناريو عم يتكرر على أرض الملعب. أكبر فارق بالمباراة عم يقدروا يعملوه بهالأثناء فريق مايتي سبورتس، 10 نقاط الفارق. هايك بحاول يرد المسافة البعيدة، اير بول ما بيقدر يسجل. هايك ممنوع تفلت المباراة من إيدنا. أحمد فرار رح يطلب التايم أوت، أحمد فرار رح يطلب التايم أوت، هيدا أمر أكيد مع رينالدو. ما معقول رينالدو مالكمان، شو هالوحش رينالدو مالكمان. الإعادة مرة جديدة استضافه مع هايك جوكشان، والتايم أوت لأحمد فرار، وأكيد عنده كثير يقولوا بهالوقت للاعبينه. خلينا نسمع أحمد فرار شو رح يقول. أطول سكوري جران لمايتي سبورتس بهالمباراة، عم تمنحه التقدم بفارق 10. أكيد بحاجة الرياضة للكمباك، بحاجة أيضا لاعبي البنش عند الرياضة إنه يعملوا الفارق ثلاث نقاط بس، البنش بوينتس عند لاعبي الرياضة. ليه؟ لأنه أمير سعود الوحيد أوف ذا بنش اللي قدر يسجل، وسجل ثلاث نقاط. أمير رينالدو أيضا بياخذ الأتمت ما بيسجل على الفري ثرو لاين. خمس أخطاء على الرياضة، خطأين
على مايتي سبورت. قلت الرياضي بشكل مبكر كان عم يتكب الاخطاء بالكورنر. رينالدو على الفري ثرو لاين، المحاولة الأولى ما نجح فيها رينالدو، الثانية عم بسجلها. صار عنده 16 نقطة إضافة لست ريباوندز. اللاعب البورتوريكي وائل مثل العادي، ميكي ويليامز مثل خياله، تشارلز شو ما عم يطلعوا لميكي ويليامز من الملعب، بده لاعب يدافع على وائل دايما. مايك إفيمرا بجرب يلاقي علي حيدر بالإنسايد جيم وخطأ على ثردي رافينا، خطأ على نمبر زيرو ثردي رافينا. هيدا الخطأ الثالث على ثردي، ثرد فاول على ثردي مع امير من برا. علي حيدر عمول كنترول على الطابه، داريان تاونز ايضا نزل. مايك إفيبرا لازم نبرم التشكيله، لازم نعمل روتيشن، هيدا امر اكيد مع إفيبرا. ما بتسجل مايك، يا الله يا مايك، ما معقول ما معقول المباراه كيف عم تروح من ايدنا بالكوارتر الثالث. ممنوع ميكي ويليامز يسجل، ممنوع ميكي ويليامز يسجل، لكن ميكي ويليامز ما بيرحم ما بيرحم، ما بيسجل الا عن ثلاثه اللاعب. هيدا الثالث 3 بوينتس لميكي ويليامز. وائل وائل انت بالاوبن شوت، وائل خد الشوطة، ميكي ويليامز على ارض الملعب، خد الشوطة يا وائل، ما بتسجل وائل. بلاتش بيسيطر على الريباوند، الفارق كبير، فارق صار 14 نقطة، هيدا أكبر فارق بالمباراة بالتأكيد. مع رافينا بجرب يدخل، بيسلم كاندريك، عم يفلت من بلوك داريان تاونز كاندريك، وعم يسجل مرة جديدة. ثلاث نقاط بس الرياضي قدر يسجلها بخمس دقائق بالكورتر الثالث مقابل 15 نقطة قدر يسجلها مايتي سبورت مع إفيبرا. إفيبرا أخيرا يا مايك، أخيرا يا مايك، النقطة 23 لمايك إفيبرا. منيح لعنا مايك إفيبرا بصراحة بالوقت الحالي، مايك هو الفريق. بلاتش بلاتش عم يلعب على إفيبرا، شوفوا شوفوا القوة البدنية، شوفوا كيف يدخل كل اللاعبين، وشوفوا كيف يدخل، وشوفوا كيف يسجل أندري بلاتش. شيلوا أندري بلاتش على جنب وشوفوا كيف بيصير أداء مايتي سبورتس. بأكد لكم هيدا الفرق يلي عم تشوفوا كيف بده يكون للرياضي إذا بيطلع أندري بلاتش بالوقت يلي ما لازم نفقد تركيزنا، ما لازم ناخذ شوطات متسرعة، ما لازم نخسر هالجيم. ايضا محاولة من برا مع بلاتش، علي حيدر، مايك مايك إفيبرا لوائل، هو رح يحط الاتامت عن الثري. ادوان لوائل عراجي، بيك شوت من السهم، من الصاروخ، من العقل المفكر على ارض الملعب. وائل عراجي عم يسجل 3 بوينتس وعم ياخذ الخطا. برافو يا وائل، رجعت لنا الروح يا روح اللعبه بلبنان انت. وائل عراجي عم ياخذ 3 بوينتس، عم بيسجل وعم ياخذ الخطا. يلا حط الفري ثرو ايضا يا وائل، فارق 13 رياضي، بده يتعب كثير لينزل الفارق. نحن فوتنا حالنا بهالطريق، رح نعرف نطلع منه ان شاء الله مع وائل والشباب. 12 نقطة، 51 63 ديفنس 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 ديفنس، أربع دقايق بالكورتر الثالث، هول أربع دقايق كثير من مين، خلونا ننزل الفارق قد ما فينا. كاندريك ويليامز ياخذ الأتام ما بتسجل. مايك إفيبرا، برافو يا مايك، برافو يا مايك بالفاست بريك لوائل، أيضا بده ياخذها عن الثلاثة. المرة وائل، المرة الوائل كان مزعوج من رينالدو، ما معقول لوين راحت الطابة. ما عليه، المهم ندافع. بلاتش داريان، حلو كثير من بلاتش، شوفوا ملا لعيب، شوفوا ملا لاعب أندري بلاتش، أكثر من سنتر وأكبر من بوينت جارد. أسست رائع جدا كان لثردي رافينا، عم يرفعوا الفارق مرة جديدة ل 14. إفيبرا بياخذ الشوطة من برا، ما بيسجل مايك إفيبرا، ما بيسجل مايك إفيبرا، أخذ الشوطة الصعبة هالمرة، عنده 5 من 12 مايك إفيبرا، نسبة 40% عن 3 بوينتس بهالمباراة لصعب 23 نقطة و3 ريباوند. كاندريك بدي رافينا، وين الجمهور اللبناني؟ فول هاوس الملعب، جمهور اللبناني لازم يكون صوته أعلى من الجمهور الفلبيني بهالوقت، بحاجة الرياضي لدعم مشجعينه. ثردي بياخذ 3 وبيسجل ثردي رافينا، ما معقول ثردي رافينا،
ما معقول كيف قدروا يلاقوه على الويك سايد، ما معقول الطريقة يلي ببرموا فيها الطابة والسرعة يلي ببرموا فيها الطابة. ديفنس 2-3 ما عم نقدر على طرفي الملعب على الوينجز نقدر نسكر بالشكل الصحيح، وبالتالي عم يقدر كنتوردي رافينا يستفيد على الويك سايد ويسجل 3 نقاط. دوين جاكسون خايبة على وجهه، وائل عم يترك الملعب معصب كثير، وائل منه مبسوط. رودريك اسمحوا عم يطلع الطابة على خروج وائل، وميكي ويليام صامد ما عم يطلع. إفيبرا لبرا لأمير، أمير لإلك الشوطة، هول شوطاتك يا أمير، هول شوطاتك يا أمير. فارق 17 نقطة، يا الله يا الله ديعانا. ويليامز كاندريك جرب يخترق ما بيسجل. كاندريك وديفنس من الرياضي نزلوا الفارق، وخلونا نعمل كورتر اخير كبير، وخلونا نحرز الكأس مرة جديدة. امير لباسل بالمسافة المتوسطة بيسجل باسل بوجي من دون ضغط عم يقدر يسجل باسل. ويليامز لاتش بيعمل سكرين على رودريك، يرجع بيستلم من برا، ميس لاتش كبير بهالمواجهة. داريان تاونز عمل سويتش بالديفنس مع رودريك، لكن فالكمان رينالدو فالكمان عم يسجل السلة الاستعراضية، عم بكسر السلة اللبنانية، والفرحة الفلبينية واضحة. فارق كبير، فارق رهيب عم يقدروا يعملوه لاعبين مايتي سبورتس. لكن باسل بوجي بعده هون، والرياضي بعده هون، ما فلينا بعد على بيروت، بعد عندنا كوارتر اخير. فارق 15، باسل رح يكون له فري ثرو بالوقت يلي خايمي مالونزو عم يرجع الى ارض الملعب هو وماكنزي مور. باسل رح يكون موجود على الفري ثرو لاين للمرة الأولى بهالمباراة. يلا يا باسل، كل نقطة مهمة، كل نقطة مهمة بهالوقت. باسل ما بسجل محاولته. رينالدو أيضا، رينالدو عم بسجل. مباراة كبيرة لرينالدو بالكمان، 20 نقطة صار عنده على البوزيشن 4، ما حدا عم يقدر يوقفه. امير فارق رهيب قدر يعمله مايتي سبورتس. رودريك عال، رودريك لباسل بايده الشمال، باسل بوجي ذكي كثير، ذكي كثير باسل بوجي، بسجل بايده الشمال. 72 57، يلا رياضي، يلا يلا لبنان، يلا 15 ثانية ممنوع يسجلوا، ممنوع يسجلوا. بعلي فوت على الكوارتر الاخير، متاخرين 15، في عنا وقت، في عنا 10 دقائق، وقت طويل بعالم كرة السلة. ماكنزي مور، ماكنزي بقرر يختار وبيسجل ماكنزي مور، بيسجل ماكنزي مور على الباصر. 17 نقطة الفارق، وطريق الرياضي عم تصير اصعب باتجاه منصة التدريج. مايتي سبورتس قادر بشكل كبير، وعلى بعد 10 دقائق فقط من اول القابه بدورة دبي الدولية السنوية. Yeah.
Yeah.